تطور عسكري لافت حققته القوات العراقية اليوم بالسيطرة الكاملة على مدينة بيجي ومصفاتها الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد صد هجمات مسلحي داعش. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن الاشتباكات تجري بين القوات العراقية والمسلحين على أطراف بيجي. يأتي ذلك فيما واصل الجيش بمساندة العشائر والمتطوعين تقدمه في محافظة نينوى والأنبار وبابل. في غضون ذلك تواصلت المعارك الضارية لليوم الثالث على التوالي في قضاء تل عفر شمال غرب العراق في ظل تأكيدات عسكرية بقرب حسم المعركة بعد وصول تعزيزات جديدة للجيش العراقي. واصل الجيش العراقي تقدمه على عدد من الجبهات بمناطق شمال العراق. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفريق قاسم عطا أن قوات الأمن تسيطر على مصفات بيجي بالكامل. كما أكد عطا إحباط 3 هجمات لمجموعات داعش على المصفات وقتل 70 عنصرا منهم، مضيفا أن قوات الفرقة 9 مسيطرة بالكامل على المصفات التي عاودت اليوم ضخ النفط. وفي سياق متصل، قتل أكثر من 100 مسلح في محافظات نينوى والأنبار وبابل ودمرت سيارتهم خلال عملية عسكرية. كما أعلنت الحكومة عزمها دمج جميع المتطوعين في المؤسسة العسكرية والأمنية. في غضون ذلك تمكنت القوات الأمنية من تحرير منطقة الكرابلة من المسلحين وقتل العشرات منهم، فيما يواصل الجيش تقدمه نحو منطقتي الرمانة وسعدة التابعة لقضاء القائم غربي الرمادي. وأوضحت مصادر أمنية أن الوضع غرب الرمادي يتجه نحو الاستقرار. في الأثناء تواصلت المواجهات بين تنظيم داعش والجيش العراقي في محيط مطار تل عفر. وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي أن القوات العراقية بمساندة العشائر تواصل عملياتها ضد المسلحين وقد تلقت تعزيزات جديدة لمواصلة القتال. القوات الأمنية تتقدم باتجاهات معينة وتمكنت من تحقيق أهداف مهمة وتحرير بعض المناطق داخل تل عفر. وكما أشرت في البداية بأن هناك تعاون، وهذا التعاون هو كبير وتنسيق رائع بين القوات الأمنية وأبناء العشائر، وأيضا تنسيق رائع بين القوة الجوية وطيران الجيش بإيصال الإمدادات إلى تل عفر وأيضا إلى جميع القطاعات. تمكنت القوات الأمنية في تل عفر من قتل 50 إرهابي وحرق 15 عجلة كانوا يستخدمونها في التنقل، نقل الأشخاص وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة. وأكد شهود عيان أن معارك متواصلة تدور بين القوات العراقية والمسلحين الذين ينتمون إلى داعش وتنظيمات مسلحة أخرى. وكان المتحدث العسكري العراقي أعلن أمس عن وضع خطة تقضي بتحرير تل عفر من المسلحين. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بأن قوات البشمركة استخدمت القصف المدفعي لضرب الجماعات المسلحة في جلولاء. وأضاف المصدر أن عددا من المسلحين قتلوا بالمواجهات، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة. سياسيا، وسط دعوات غربية وعربية بتنحي رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن منصبه، ذكر مصدر حكومي أن مكتب رئيس الوزراء لم يتسلم أي مطالبات رسمية بترك السلطة. وأكد علي الموسوي مستشار رئيس الحكومة العراقية في تصريحات بشأن تلك المطالبات أن بغداد لم تتسلم أي بيانات أو مقترحات بشأن مغادرة المالكي لموقعه.